صباح الخير على كل مشاهدي تلفزيون الوطن، واهلا وسهلا بحضراتكم في تغطية جديدة نتكلم فيها عن التغيرات في درجات الحرارة، والواضح انها مع بداية السنة الجديدة يكون فيها تغيرات كبيرة. طبعا مع حلول عام 2023 هتبقى يعني بداية قوية، لان هيئة الارصاد الجوية قالت ان السنة الجديدة هتسيطر عليها الامطار على اجواء الطقس عموما في الفترة المقبلة، وده بسبب تأثر البلاد برياح شمالية شرقية بتدفع كميات من الرطوبة على المناطق الساحلية وبتجلب أجواء باردة في أغلب الأحيان، وتصل الصغرى على القاهرة لعشر درجات. وبحسب خبراء هيئة الأرصاد الجوية بتوقع أن تكون في أمطار يعني ظاهرة مؤثرة خلال الفترة المقبلة، وتتساقط الأمطار النهاردة بشكل متوسط إلى غزير، وقد تكون رعدية على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري. كمان يعني ده بفعل تأثير منخفض جوي طبعا في طبقات الجو العليا، تأثيره أكبر على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن المنخفض الجوي ده وعن حالة الطقس من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذ كريم، وصباح الخير على كل متابعي الوطن. دكتور منار، عايزين نعرف هل مصر هتتأثر بالمنخفض الجوي زي ما شفنا في الكويت والسعودية ولا لا؟ طبعا التوزيعات الضغطية الموجودة في المملكة العربية السعودية تختلف تماما عن التوزيعات الضغطية اللي بتأثر على جمهورية مصر العربية. المملكة العربية السعودية بتأثر بمنخفض امتداد المنخفض البحر الأحمر مع كتل هوائية جنوبية شرقية قادمة من بحر العرب، وكمان امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا. وجود الجبال بيعمل على يعني تطور السحب بشكل كبير وسقوط الامطار، لكن احنا في جمهوريه مصر العربيه بنختلف بتوزيعات ضغطيه مختلفه، اتجاهات وحركه السحب مختلفه تماما عن المملكه العربيه السعوديه، فما فيش اي تاثير من شبه الجزيره العربيه او السحب الموجوده او كميات الامطار على جمهوريه مصر العربيه. في اختلاف تام بين كميات الامطار هنا وكميات الامطار هنا، ونوعيه السحب هنا ونوعيه السحب هنا، والجغرافيا هنا وجغرافيا جمهوريه مصر العربيه. فاحنا خلال الايام الماضيه وكمان متوقع خلال 72 ساعة القادمة نتأثر بوجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا. المنخفض ده في طبقات الجو العليا تأثيره أكتر على شمال البلاد، بيعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة خلال اليوم على سواحلنا الشمالية الغربية، وتحديدا في مطروح وصحراء مطروح. ويمكن بدأ من الساعات الأولى من الصباح سقوط الأمطار المتوسط والغزير والرعدي على محافظة مطروح. متوقع كمان أن الأمطار تمتد خلال الساعات القادمة لبعض مناطق من الأسكندرية شمال الوجه البحري بحيرة كفر الشيخ الدقهلية، لكن تركيز الأمطار أكتر اليوم على محافظة مطروح والأمطار ما بين المتوسط والغزير والرعد. بالإضافة كمان أن احنا اليوم مستمر معانا انخفاض درجات الحرارة خاصة خلال فترات الليل المتأخر والصباح الباكر، برودة ما بين أو الأجواء ما بين الأجواء الباردة إلى شديدة البرودة خلال فترات الليل المتأخر والصباح الباكر. الصغرى متوقع أنها تسجل 11 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، أقل من 10 درجات على شمال الصعيد والمدن الجديدة ووسط سيناء. فالأجواء خلال فترات الليل فيها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. فترات النهار كلنا ملاحظين سطوع أشعة الشمس، بنحس بالدفء والاستقرار والأجواء اللطيفة خلال فترات النهار. العظمى متوقع تكون 20 درجة مئوية على القاهرة الكبرى. غدا متوقع معانا استمرار تأثرنا بالمنخفض الجوي، كتل هوائية شمالية شرقية رطبة من على البحر المتوسط، فكميات الأمطار وفرص الأمطار هتمتد كمان للمناطق الداخلية. يعني احنا ان شاء الله متوقع غدا الثلاثاء يكون في امطار متوسطة الى غزيرة ورعدية على بعض المناطق من سواحلنا الشمالية الغربية زي مطروح والاسكندرية، مستمرة عليها الامطار المتوسط والغزير والرعدي. الامطار هتشمل كمان محافظات شمال الوجه البحري، الامطار متوسطة الغزيرة، هتمتد الامطار خفيفة المتوسطة والرعدية لمحافظات جنوب الوجه البحري المنوفية والغربية والشرقية، سواحلنا الشمالية الشرقية زي دمياط بورسعيد العريش،
سيناء، خليج السويس، مدن القناة، وقد تمتد الأمطار خفيفة كمان والرعدية لبعض المناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد. فإحنا غدا الأمطار إن شاء الله متوقع أنها تشمل من السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط حتى شمال الصعيد، باختلاف طبعا كميات الأمطار ونسب حدوث الأمطار، كمان بعض المناطق من حلايب وشلاتين. كميات الأمطار هتستمر معانا أو فرص الأمطار هتستمر معانا يوم الأربعاء إن شاء الله، باختلاف الكميات، يعني كمياتها هتبقى أقل يوم الأربعاء القادم. مستمر معانا الأمطار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لكن كميات الأمطار هتكون أقل من نشاطها يوم الثلاثاء إن شاء الله. مع يوم الخميس الأمطار هتبدأ كمياتها وفرصها تقل، وتنحصر فقط في سواحلنا الشمالية المطلة على البحر المتوسط أمطار خفيفة، ونبدأ نشهد استقرار في الأحوال الجوية مع يوم الخميس إن شاء الله. بالنسبة لدرجات الحرارة هيستمر معانا انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، طقس لطيف فترة النهار، بارد إلى شديد البرودة فترات الليل، الشبورة المائية لسه مستمرة معانا غدا إن شاء الله خلال فترات الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وهتؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الطرق. فمهم كمان ناخد بالنا من تكون الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر. دكتور، يعني شفنا بعض البلاد العربية فيها يعني سقوط بعض الثلوج، هل ممكن ده نشهده في مصر في الأيام المقبلة ولا لا؟ هو طبعا تساقط حبات البرد مع سقوط الامطار خاصه السحب الرعديه ده وارد جدا ان احنا نتساقط حبات البرد اللي هي الكرات الثلجيه اللي بتسقط من اثناء سقوط الامطار. تساقط الثلوج وانخفاض درجات الحراره لتحت الصفر وبيحدث في مناطق معينه خاصه المناطق الجبليه في جمهوريه مصر العربيه تحديدا عند مرتفعات سانت كاترين ومرتفعات وسط سيناء. وارد طبعا تساقط الثلوج على مرتفعات سانت كاترين ووسط سيناء في فصل الشتاء بسبب الانخفاض في درجات الحراره اللي بيوصل احيانا الأربعة وخمسة تحت الصفر، لكن باقي مناطق الجمهورية ما بتشهدش سقوط ثلوج لأن احنا ما عندناش مرتفعات ودرجات الحرارة ما بتنخفضش بالشكل الكبير اللي توصل لحد الثلوج. لكن وارد طبعا تساقط حبات البرد، واحنا شفناها الأعوام الماضية في الأسكندرية أو في الغردقة، تساقط حبات البرد وارد جدا يحصل خلال يعني الشهور القادمة أو خلال الأيام القادمة. لكن الحالة الجوية اللي معانا يعني غدا وبعد غدا ممكن يبقى فيها بعض المناطق، لكن مش هتبقى مؤثرة بالشكل الكبير. شتاء عام 2023 هو الأكثر برودة، إيه مدى صحة الكلام ده؟ لا الكلام ده غلط تماما، احنا كل سنة قبل فصل الشتاء بنسمع هذا الكلام وإشاعات بتنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ان احنا شتاء العام القادم هو الأكثر برودة على الإطلاق. من خلال التنبؤات الفصلية اللي دقتها لا تتجاوز 20% نقدر نقول ان شتاء هذا العام يقارب شتاء العام الماضي، في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، لكن احنا شفنا درجات حرارة مشابهة اللي احنا ممكن نشوفها خلال هذا الشتاء الاعوام الماضيه. احنا شفنا انخفاض ملحوظ في درجات الحراره، وصلت درجه الحراره 8 درجات و9 درجات احيانا على القاهره الكبرى، لكن في ظل التغيرات المناخيه بدانا نشوف عنف ظواهر جويه. يعني درجات الحراره المنخفضه احنا شفناها وشفنا بروده وشفنا طقس شديد البروده، شفنا موجات الصقيع والبروده الشديده اللي بتحصل خلال فترات الليل، لكن ممكن المده فتره التبريد بقت اطول، يعني بدانا نشوفها مده اكتر من يومين واكتر من ثلاثه، تكرارها بشكل مستمر، يعني كل اسبوع كنا بنشوف موجه تبريد، فده اللي ممكن يحصل ووارد ان هو يحصل خلال شتاء هذا العام، لكن طبعا مش هيكون الاكثر بروده على الاطلاق. يعني انا بشكر حضرتك يا دكتور منار، شكرا جزيلا على تواجدك معانا. كان معانا الدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه علشان توضح لنا تفاصيل اكتر عن المنخفض الجوي اللي بتشهده مصر وحاله الطقس خلال الساعات المقبله. دي تقريبا كل التفاصيل عن الطقس والارصاد خلال هذه الفتره، والى هنا تنتهي نشرتنا الاخباريه. استنونا ان شاء الله في نشرات اخباريه جديده على مدار الساعه في تلفزيون الوطن. كنت معكم كريم عثمان، شكرا جزيلا.